إذا مات الميت بالليل هل الأفضل دفنه بالليل أم يؤجل حتى يصبح؟ إذا مات في أول الليل حين يصلى عليه صلاة المغرب والعشاء هذا أفضل، أما إذا مات في أثناء الليل فالأفضل أن يؤخر حتى يصلى عليه صلاة الفجر ويكثر عليه جمع ويشيع، هذا أفضل له، أفضل لأهله من أن يدعى لهم ويستغفر لهم. نعم.